ثم مسألة، مسألة زيارة القبور. ويندب زيارة قبور لرجل لا لأنثى فتكره لها. نعم، يسن لها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم وكذا سائر الأنبياء والعلماء والأولياء. نعم، ويندب زيارة قبور لمن لرجل لا لأنثى، فإذا للأنثى تكره، فتكره نعم يكون لها كراهة، مطلقا تكره. لماذا؟ لأن خروجها مظنة للفتنة، لأجل ذلك مطلقا خشية الفتنة ورفع أصواتهن بالبكاء، وهكذا ذكر في التحفة مطلقا، أي لو عجوزا تذهب في نحو الهودج أيا كان، المرأة عجوز أو هي تذهب بكل تستر لا يرى شكل جسدها بسبب كونها داخل الهودج. نعم، هودج يعني هذا قبة لرحيل، لرحيل لرحيل الإبل، الرحل يعني هذا المقعد السرير الذي يوضع على الإبل ثم يركبها الراكب، هذا هو الرحل. يكون له قبة، لو كان الراكب أنثى مرأة يكون لهذا الرحل قبة تستر، يعني بيت تستر جسد المرأة، هذا هودج. لو كانت تذهب يكره لها. نعم، نعم، يسن لها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم كذا زيارة سائر الأنبياء والعلماء والأولياء. نعم، لكن هنا قيد. والحق في ذلك أن يفصل بين أن تذهب لمشهد كذهابها للمسجد، فيشترط هنا ما مر ثم من كونها عجوزا ليست متزينة بطيب ولا حلي ولا ثوب زينة، بل أولى، وأن تذهب في نحو هودج مما يستر شخصها من عن الأجانب، فيسن لها ولو شابة إذ لا خشية فتنة هنا. نعم، فإذا ذكر في التحفة شروطا زائدة على ذهابها للمسجد في باب الجماعة، ذكر شروطا لجواز ذهابها للمسجد. من هذه الشروط أن تأمن الفتنة، لو كان أمن الفتنة منها أو بها أو عليها، هكذا فتنة من أي جانب كان، فإذا في هذه الأزمنة المتأخرة أو يعني منذ زمن الصحابة، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، لو كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن من المسجد، فإذا هذا الفتنة قد حدثت من زمن عائشة رضي الله عنها. نعم، فمن ذلك الوقت ليس أمن الفتنة، لذلك يحرم الخروج. أما بالنسبة إلى خروج لزيارات هكذا شروط، مع ذلك شرط يعني أن تذهب في نحو هودج مما يستر شخصها عن الأجانب، هذا أمر مهم في السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني سائر الأنبياء الأولياء الصالحين والعلماء العاملين هكذا. نعم، لو كانت تسافر هكذا وتذهب هكذا جيد، نعم تشرع، وإلا لا تشرع. نعم، تكون حراما. ثم بالنسبة إلى زيارة القبور وردت أحاديث كثيرة، أولا كانت منهية ثم بعد ذلك صارت مشروعة، ذكر في الحاشية هذه الأحاديث كثيرة. كنت نهيتكم من زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة،
وروي أن صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه. نعم، هذا سيأتي من آداب زيارة القبور أنه يسلم، فإذن إلا عرفه، نعم هو يعرف. ثم هذا مطلقا. كذلك يتأكد ندب الزيارة في حق الأقارب خصوصا الأبوين، وورد في هذا أحاديث روي عن أبي هريرة رضي الله عنه من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة مرة غفر الله له وكان بارا بوالديه. في كل جمعة يزور قبر والديه أو قبر أحدهما أحد الوالدين، فإذن هذا يكون سبب مغفرة له ويعتبر من البارين للوالدين، له ذلك ثواب. أيضا كذلك في رواية من زار قبر والديه كل جمعة أو أحدهما فقرأ عنده ياسين والقرآن الحكيم غفر له بعدد ذلك آية أو حرفا. فإذن في هذه الزيارة يقرأ سورة ياسين. في رواية من زار قبر والديه أو أحدهما كان كحجة كثواب حج. روي إن الرجل لا يموت والداه وعاق لهما فيدعو الله لهما من بعدهما فيكتبه الله من البارين. نعم، فهذا يعني زيارة قبر الوالدين وكفارة لعقوقه لهما حينما يموت، حين عند موت الوالدين كان الولد عاقا لهما، فإذن هذه الزيارة تكون كفارة. فأفادت هذه الأخبار أن من زار قبر أبويه كان بارا لهما غير عاق ولا مضيع حقهما. ثم كذلك حديث كثير. نعم، يقول بلغني إن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما بعده، في جميع الأحيان يعلمون، ثم كما ورد في سبق في الحديث وكذلك في يوم الجمعة ويوما بعده، يعني يوم السبت يكون هناك علما خاصا ثم جمع بين الأحاديث. وكذلك ورد إن أرواح المؤمنين تأتي في كل ليلة إلى سماء الدنيا وتقف بحذاء بيوتها وينادي كل واحد منها بصوت حزين ألف مرة يا أهلي وأقاربي وولدي يا من سكنوا بيوتنا ولبسوا ثيابنا واقتسموا أموالنا هل منكم من أحد يذكرنا ويتفكرنا في غربتنا ونحن في سجن طويل وحسن شديد فارحمونا يرحمكم الله ولا تبخلوا علينا قبل أن تصيروا مثلنا. هكذا يعني أرواح المؤمنين تأتي في كل ليلة إلى سماء الدنيا أين بحذاء بيوتهم، يعني في مقابلة بيوتهم التي سكنوها سابقا، ثم بعد ذلك ينادون بهذا النداء. نعم، هكذا كثير. ثم بعده ثم من آداب زيارة ماذا؟ يسن كما نص عليه أن يقرأ من القرآن ما تيسر على القبر فيدعو له مستقبلا للقبلة. هكذا بعد زيارة القبر ماذا يقول، ماذا يفعل عنده؟ هناك يقرأ من القرآن ما تيسر على القبر فيدعو له مستقبلا للقبلة. ثم هذا بعد القراءة الدعاء مستقبلا للقبلة، هكذا ذكر. لكن طريق الخراسانيين الأصحاب الخراسانيين ماذا؟ يدعو مستقبلا لوجه الميت، نعم مستدبرا للقبلة. فإذا القراءة والدعاء كلاهما مستقبلا لوجه الميت، وهذا الذي ذكر المصنف يعني القراءة مستقبلا لوجه الميت ثم الدعاء مستقبلا للقبلة،
فإذا لا يقف يعني أمام الميت في وجه الميت لا يقف بل هو يتنحى إلى جانب رجله نعم لئلا يستدبر وجه الميت نعم هكذا يتنحى ثم بعد ذلك يستقبل القبلة يدعو من هناك ذكر يعني قراءة القرآن ما تيسر منه نص كما نص عليه هذا نص من نص الإمام الشافعي رضي الله عنه في مسألة حصول وصول ثواب القراءة عادة الأئمة ينقلون قول الإمام الشافعي رضي الله عنه بأن لا أما عند الأئمة الثلاثة يصل ثواب القراءة إلى الميت إما الإمام الشافعي رضي الله عنه لا لكن هذا ليس على الإطلاق يعني في نقلهم صحيح لكن في نقلهم وبنقلهم اتفق اتهم وكذلك يعني بعض الطلبة اتهموا وكذلك هؤلاء بعض مبتدئة الأثر ماذا استغلوا به أيضا ثم بعد ذلك ينكرون يعني قراءة القرآن وإيصال ثوابها للميت في الحقيقة الإمام الشافعي رضي الله عنه لم ينكر وصول ثواب القراءة بل هو صرح من آداب الدفن بعد تمام الدفن ذكرنا هناك التثبيت والتلقين بعد ذلك في شرح المهذب وكذلك في الأذكار نقل الإمام النووي رحمه الله قول الصحابي الصحابي الشافعي يقرأ عند القبر القرآن لو تيسر خطمة فيختمون يعني بعد الدفن يقرأ عند الميت على الأقل خطم هذا نص الإمام الشافعي رضي الله عنه نقله الإمام النووي في الأذكار فإذا كيف ينكر هذا وصول ثوابي وهو الذي قال بقراءة القرآن عند القبر فإذا هو قال شرطا اشترط شرطا لوصول الثواب ما هذا الشرط كما سيأتي يعني في فتح المعين سيأتي هذا الشرط إما أن يقرأ عند القبر أو عند الميت لو لم يقرأ عند القبر أو عند الميت يدعو بعد القراءة بإيصال الثواب بدعاء إيصال الثواب يعني هو يدعو ويقول اللهم أوصل مثل ثواب هذه القراءة إلى فلان إلى فلان بهذا القيد ذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه فإذا هذا يصل ثواب القراءة إلى الميت عند الإمام الشافعي رضي الله عنه بل بهذا القيد أما عند سائر الأئمة الثلاثة لا حاجة إلى هذا الدعاء ولا حاجة إلى كون القراءة عند الميت ولا عند القبر بل رجل يقرأ ناويا أن يصل ثواب هذه القراءة إلى ميته يصل هذا هو الفرق نعم وهذا هنا أيضا دليل يقرأ من القرآن ما تيسر على القبر هذا نص من الشافعي رضي الله عنه ما تيسر من القرآن يعني لو يمكن ختم وهو يختم ثم ما هو أولى من هذا أولاه أول البقرة وآخرها وياسين هكذا أول البقرة وآخر البقرة يعني وكذلك يعني سورة ياسين أيضا ورد أنا قرأت حديثا ورد فيه قراءة سورة ياسين على القبر وهنا أيضا ذكر الشرواني ثم هكذا يقرأ يقرأوا على موتاكم سورة ياسين هكذا ورد حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وكذلك أبو داود في سننه ابن ماجه أيضا في سننه ثم النسائي والحاكم والبيهقي وهكذا كثير أخرج هذا الحديث ظاهره هذا قراءة سورة ياسين على الميت وهذا أيضا دليل لهذه القراءة نعم
ثم يروى نقل عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال إذا دخلتم المقابر فاقرأوا بفاتحة الكتاب والإخلاص والمعوذتين واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم. نعم. وهذا قول الإمام ابن أحمد بن حنبل رضي الله عنه عليه جرى عمل المؤمنين في أقطار الأرض في بلاد المسلمين. يعني أوهم عندما يزورون المقابر مقابر عامة المسلمين أو مقابر الأولياء أو الأنبياء لو كانوا مستعجلين ماذا يفعلون؟ وهم يقرؤون الفاتحة وسورة الإخلاص، وهنا ذكر سورة الإخلاص مرة واحدة لكن هم يقرؤون سورة الإخلاص ثلاث مرات. لماذا؟ لأن سورة الإخلاص يعدل ثلث القرآن، فإذا لو قرأ ثلاث مرات فيكون يعني بمنزلة ختم القرآن. ثم والمعوذتين، وهكذا هؤلاء يعني المسلمون يقرؤون هذه الثلاثة في بلادهم، وهذا بناء على قول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. نعم. ممكن ثبت عنده حديث أو أثر بتعيين هذه الثلاثة وفضلها. نعم. ثم هذا صاحب الحاشية يعني كتب هناك حكاية، حكى بعض أهل العلم أن رجلا رأى في المنام أهل القبور في بعض المقابر قد خرجوا من قبورهم إلى ظاهر المقبرة وإذا بهم يلتقطون شيئا ما يدري ما هو. أهل القبور يعني هم خرجوا من مقبرتهم داخل من داخل قبورهم إلى خارج القبور، ثم هم يلتقطون شيئا 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 لا يدري ما هو. فتعجبت من ذلك، هو يقول ورأيت رجلا منهم جالسا لا يلتقط معهم شيئا، لكن خرج معهم رجل هو لا يلتقط شيئا، فدنوت منه فسألته ما الذي يلتقط هؤلاء؟ فقال يلتقطون ما يهدي إليهم المسلمون من قراءة القرآن والصدقة والدعاء. هكذا يعني هم يقبلون هذا. فقال قلت له فلما لا تلتقط أنت معهم؟ قال أنا غني عن ذلك. فقلت بأي شيء أنت غني؟ قال بختمة يقرأها ويهديها إلي كل يوم ولدي يبيع الزلابية في السوق الفلاني. فإذا وهؤلاء يلتقطون يعني ما يهدي إليهم المسلمون، لكن هذا الرجل الجالس كأنه لا يلتقط شيئا وكأنه مستريح مرتاح. لماذا؟ ولده يقرأ له كل يوم ختمة ختمة، فإذا هو لا يحتاج إلى هدية المسلمين بل هو غني بهدية ولده. هكذا قال. فلما استيقظت ذهبت إلى السوق حيث ذكر، فإذا شاب يبيع الزلابية ويحرك شفتيه. فقلت بأي شيء تحرك شفتيك؟ قال أقرأ القرآن وأهديه إلى والدي في قبره. قال فلبست مدة من الزمان ثم رأيت الموتى قد خرجوا من القبور، وإذا بالرجل الذي كان يلتقط صار يلتقط. فاستيقظت وتعجبت من ذلك، ثم ذهبت إلى السوق لا تعرف لأتعرف خبر ولده فوجدته قد مات. فإذن بعد موت هذا الولد ماذا؟ وهذا الرجل أيضا هو يحتاج إلى يعني ما يقرأ المسلمون ويهدونه إليهم. نعم. يعني هؤلاء بعض أهل بعض مبتدئة الأسر ينكرون هذه الأمور، لأجل ذلك يعني هذا قرأت شيئا من الأدلة أيضا بخلاف عادتي في هذا الدرس. نعم. ثم وسلام لي زائر على أهل المقبرة. نعم. يسن سلاما لزائر على أهل المقبرة، هو يسلم على أهل المقبرة عموما ثم خصوصا. ممكن هذا الرجل يذهب لزيارة والده أو أخيه أو صديقه أو عالم مدفون في المقبرة، فإذا أولا يسلم عموما ثم يسلم خصوصا، فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين عند أول المقبرة. هكذا
ثم هناك ذكر وسلام للزائر، هذا الزيارة قيد أو يكفي المرور. الحديث الذي قرأته سابقا فيه مر على قبر المرور بالقبر وسلم عليه في الحديث كذلك، وكذلك هنا ذكر في البجيرمي ماذا يندب. والزائر ليس بقيد بل يندب لكل من مر على قبر على القبر السلام على من فيه، ولا يختص ذلك بالأوقات التي اعتيدت الزيارة فيها. فإذا ممكن هذا المرور ليس في وقت الزيارة التي اعتيدت فيه بل في وقت آخر، مثلا هذا جميع الناس يزورون في عادتهم بعد صلاة الجمعة أو يوم السبت أو يعني يوم البراءة يعني النصف من شعبان، فهكذا يكون عند القوم عند المسلمين في هذا البلد عادة، وهذا رجل يمر على قبر في غير هذا الوقت يسن له. فكذلك هذا الرجل يمر على قبر ولم يرد زيارة هذا القبر، بل هو ممكن يكون هذا قبر في حاشية الطريق يمر، وهذا الرجل يمر في حوائجه كلما يمر هو يسلم يسلم، هذا مندوب. نعم، على أهل المقبرة عموما وخصوصا، ويقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين عند أول المقبرة. ما معنى دار قوم السلام عليكم دار قوم مؤمنين؟ الخطاب ليس للدار بل لأهل الدار، فإذا يقدر هناك السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، هذا أهل يقدر. نعم، ثم هذا النصب إما يكون على الاختصاص أو النداء يا أهل دار. نعم، على قوم دار قوم مؤمنين. نعم، متى يسلم هكذا؟ عند أول المقبرة، ثم هذا عند أول المقبرة هكذا التعميم، ثم ويقول عند قبر أبيه، هذا التخصيص التعميم عند أول المقبرة، ثم التخصيص عند القبر الذي أراد زيارته، هذا أبيه هذا أبو مثلا، ماذا بأية صيغة يسلم؟ هذا السلام عليك يا والدي، أو لو كان أم يعني يا أمي أو أخي يا أخي أو يا أستاذي هكذا يا شيخي. فإن أراد الاختصار على اقتصار على أحدهما أتى بالثانية، ولا يريد أن يسلم عموما وخصوصا بل أراد أن يقتصر على أحدهما، فإذا الاقتصار على الخصوص هو أفضل أحسن، لأنه أخص بمقصوده يعني هو جاء لزيارته، لذلك هذا الذي يتعلق بمقصوده. وذلك لخبر مسلم يعني سنية السلام أنه صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ثم إنا إن شاء الله بكم لاحقون، إنا بكم لاحقون. نعم، ما معنى هذا الاستثناء إن شاء الله؟ والاستثناء للتبرك أو للدفن بتلك البقعة أو للموت على الإسلام. نعم، فإذا إن شاء الله معناه للاستثناء، هذا الاستثناء لا نعم هذا الاستثناء قوله إن شاء الله لما للتبرك، فإذا معناه إنا إن شاء الله بكم لاحقون. لو كان للتبرك فمعنى إن إذ هكذا في مغني ونهاية، أي إن إن بمعنى إذ كقوله تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين، خافوني إن كنتم مؤمنين هذا خطاب للمؤمنين، فإذا لو كان خطابا للمؤمنين ثم بعد ذلك ما معنى قوله إن كنتم مؤمنين؟ معناه إذ كنتم مؤمنين، خافوني إذ كنتم مؤمنين، كذلك هنا إنا إن شاء الله بكم لاحقون معناه إن إذا شاء الله بكم لاحقون، إذا شاء الله بكم لاحقون بمعنى الوقت. أو للدفن بتلك البقعة، يعني الاستثناء هو شرط على ظاهره باعتبار هذا اللحوق يعني
بمعنى الدفن في تلك المقبرة أو للموت على الإسلام. هذا اللحوق بالمسلمين بموت المسلمين كيف يكون لو مات على الإسلام؟ فإذن بهذا الاعتبار فإذن هناك ذكر ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن الاستثناء ليس على حقيقته، وفي الثاني والثالث على حقيقته. نعم.